وسهلا بيكم في الكورس رقم 2 من قناة HTM Photography. النهاردة هنتكلم عن العدسات وأنواعها. وطبعا ده للمبتدئين المحترفين، عارفين الكلام ده وحافظينه، مش محتاج ان انا اوجه لهم كلام طبعا غير الشكر، لان كلنا تعلمنا من كل المحترفين اللي حوالينا. فالنهاردة انا باختصار، في ناس كتير ما تعرفش، بتحتار اشتري عدسة ما اشتريش عدسة، هستفيد ايه، يعني ايه اشتري عدسة للكاميرا بتاعتي، ازاي اختارها، الكلام ده. طبعا لو الكاميرا اللي انت اشتريتها معها عدسة فهي هتكون 18-55، هي عدسة عادية جدا ما فيهاش اي مزايا ولا حاجة خالص. علشان ما تحتارش كتير تشتري عدسة ايه، لازم يكون عندك العدسة 50 ملي، لازم يكون عندك العدسة 50 ملي، وياريت كمان تكون اوتو فوكس، فيها ميزة الاوتو فوكس. وما تشتريش عدسة مستعملة ابدا ابدا، ولا كاميرا مستعملة ابدا. بادجت بتاعك صغير اشتري على قد البادجت، لكن ما تاخدش حاجة مستعملة ابدا. كتير جدا بتلاقي الكاميرا زي الفل ما فيهاش غلطة، تيجي تصور بيها في حاجات غلط، تكون اتخبطت، تكون وقعت، ما بالك العدسات، تكون دخل فيها تراب، ما تحافظش عليها كويس، اتهانت. فابعد تماما عن العدسات المستعملة والكاميرات المستعملة. فلو انت اشتريت كاميرا وجالك معاها عدسة 18-55، يعني ايه 18-55؟ هو ده اللي هنتكلم فيه، البعد البؤري هنأكد عليه، قلناه في الكورس اللي فات بس هنأكد عليه. يعني ايه 18-55؟ يعني ايه 50 ملي؟ يعني ايه 60 ملي؟ يعني ايه 35 ملي؟ يعني ايه 24-70؟ اشتركوا في القناة واضغطوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وخليكم معانا، وبعد الفاصل هنرجع ونكمل. طيب العدسات نوعين أساسية، نوعين أساسية، البرايم والزوم لينز. البرايم اللي هي يعني ببعد بؤري ثابت، فوكال لينز، فيكسد فوكال لينز، زي العدسة الخمسين ملي زي اللي ظهر في الصورة قدامكم دي، هي دي العدسة اللي أنا بنصح بيها أي حد. ده الهود على فكرة، اسمه هود، اللي هو اللي بيركب، وظيفته أنه بيعمل كده على العدسة، يعني لما يكون في إضاءة شمس ده بيبقى على العدسة علشان الإضاءة ما تبوظش الصورة، تطلع الصورة مظبوطة. فهي دي العدسة الخمسين ملي، دي اللي أنا بقول لأي مبتدئ أو محترف يشتريها. ده اللي هو زرار الأوتو فوكس والمانيوال فوكس، في منها ما فيهاش الأوبشن ده، في منها اللي هي المانيوال، دي حلوة وكل حاجة بس للمحترف مش للمبتدئ. لازم تكون اوتو فوكس عشان تنبسط منها. وفتحة عدستها، اقصى فتحة على العدسة بتاعتها 1.8، فدي بتعمل عزل حلو. هنتكلم في النقطة دي دلوقتي. النوع التاني الزوم لينز. الزوم لينز مش معناها انها هتقرب بقى بتعمل فوكسين والكلام، بتقرب بتعمل زوم بتقرب، لا، معناها انها فيها اكتر من بعد بؤري، اكتر من فوكال لينز متغير. ازاي؟ زي العدسات ال 24-70 مثلا، بتبدا من 24 بتنتهي عند 70، زي عدسه 70-200 بتبدا عند 70 وبتنتهي عند 200، زي العدسه 70-300 بتبدا عند 70 وتنتهي عند 300. دي بتغير الفوكال لينس بتاعها. ف
فدول النوعين الأساسيين البرايم والزوم. الصورة اللي قدامكم دي بتوضح حاجة مهمة جدا، كل ما بيصغر الفوكال لينس كل ما الفيلد اوف فيو بيكبر. زي ما هو باين في الصورة هنا مثلا، في الصورة التانية دي، تعالوا نبص على حاجة ال 24 ملي، شوفوا قد ايه فتحة الفيلد اوف فيو واسع. شوفوا ال 200 ملي قد ايه الفيلد اوف فيو ضيق صغير. دي مهمة جدا، هتعرفك فيما بعد ايه العدسات اللي انت تشتريها. انا محتاج عدسة تعمل ايه؟ هل عايز عدسة وايد انجل؟ يبقى ال 24. في كمان اقل من ال 24، في ال 10، ال 18 55 اللي بتيجي مثلا مع الكاميرات، مع بعض الكاميرات دي 18، بتبدا من 18 لغايه 55. طيب بس ال 18 55 هتلاقي فتحه العدسه بتاعتها اصغر حاجه مثلا 0.4 اعتقد، او اللي هي 4 اعتقد، مش متذكر مش عندي. لكن ال 50 ملي بتبدا فتحه العدسه بتاعتها من 1.8، ده اللي هو الاسعار المعقوله. في حاجات اغلى، في حاجات اغلى، يعني ال 1.8 الفتحة عدسه 1.8 دي في حدود 340 دولار حاجه زي كده، 360 دولار. في بقى ال 1.4، في ال 1.2، دول غاليين جدا. فخليك في المعقولة الجميلة دي، 1.8 فتحة العدسة 50 ملي دي أنسب، أهم عدسة، دي أهم عدسة، أهم أول حاجة تفكر تشتريها من العدسات هي ال 50 ملي، هي دي. تمام. طيب إيه تاني من العدسات موجود؟ الأساسيات قلنا البرايم والزوم لينس. الزوم لينس زي اللي في الصورة قدامكم دي. تيجي بعد كده الحاجات بقى اللي بتقرب، اللي بتعمل زوم بجد، اسمها تيلي فوتو لينس. تيلي فوتو دي زي ال 450-800، دي تيلي فوتو بتقرب يستخدموها في الغابات. عايز تصور عصافير بعيدة بتقربها، لأنك لو قربت أصلا بجسمك هتطير العصافير دي. فدي ميزة العدسات دي. في الفيش آي دي بتعمل، بتصور صور زي اللي انتوا شايفينها دي، ليها استخدام معين. ما ينفعش انك في الفيش اي تستخدمها في تصوير بورتري مثلا، او تستخدمها في لاندسكيب على طول عايزة وايد انجل زي ال 24 ملي. الفيش اي ليها تصوير محدد، والفوتو لينس التيلي فوتو ليها تصوير محدد برضو. ما ينفعش يكون معاك كاميرا تيلي فوتو هتصور بيها بورتري او هتصور بيها فرح، ما ينفعش. تيلي فوتو لينس زي اللي في الصورة ده بتدي زوم كبير جدا على حسب انت جايب ايه. فباختصار ابدأ بالخمسين ملي وخدها نصيحة، دي اهم عدسة. و في نقطة بقى عايزين نتكلم فيها، فتحة العدسة اللي هو ليها مصطلحين، أبرتشر أو إف ستوب. هتسمع المصطلحات دي مع أي فوتوغرافر، وفي الغالب الإف ستوب. هتلاقي الإف ستوب بتاع الخمسين ملي بيبدأ من، قلنا من 1.8. كل ما بيصغر الرقم
كل ما عدسة الفتحة فتحت العدسة عدسة الفتحة حلوة دي، كل ما فتحت العدسة بتكبر، كل ما بيقل الرقم كل ما فتحت العدسة بتوسع. كل ما بتوسع فتحة العدسة يعني إضاءة أكثر دخلة، يعني بيخلي الهدف اللي بتصوره واضح أكتر لأنه بيعمل بلير حواليه زي في الصورة دي. شوف الفرق في الصورة ما بين الـ 1.8 فتحة عدسة 1.8، شوف عاملة بلير إزاي، وفتحة العدسة 6 أو 16. كل ما بتقفل العدسة كل ما كل حاجة في المشهد في الصورة قدامك هيبقى واضح، تفاصيله هتوضح أكتر. عايز تحدد حاجة محددة هي اللي بارزة وواضحة واللي حواليها بلير يعني مزغلل مش واضح، فافتح فتحة العدسة على الآخر ومش هتدي لك نتيجة حلوة غير الـ 1.8. حتى لو عملتها على 2 هتدي لك برضو نتيجة ممتازة، 2 point هتدي لك نتيجة ممتازة. أحب أأكد بس على نقطة تاني، إنه في الكاميرات الفول فريم الـ 1.8 بتاعت الـ 50 ملي هتدي لك 1.8 بالظبط. الـ 1.8 في الكروب لو عاد كاميرتك نيكون اضرب 1.8 في 1.6 في 1.5 أنا آسف، النيكون 1.5 الكانون 1.6، يبقى تضرب 1.8 في 1.5 للنيكون هيتدي لك فتحة العدسة اللي على الكروب. لكن 1.8 على كاميرا فول فريم هتدي لك هي نفس فتحة العدسة 1.8. هتمنى تكونوا استفدتوا من الكورس ده وعرفتوا تاخدوا قرار في شراء العدسة المناسبة، و استنوني بقى في الكورس اللي جاي. واي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس، وقبل ما تشتري لو متردد محتار ابعت لي على الكومنتس وانا هرد.